يلا صلوا لي. كما تعرف الإخوان كاملين وكما تشوفوا هذه الحالة اللي فيها الوضع ديال مدينة المحمدية وبالضبط قطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني، أنا واحد الزميل ديالنا كان أثناء العمل ديالو وقع عليه واحد الحادث على حساب شهود العيال اللي كانوا في المكان، والأقوال اللي كيتقال أن شي سيارة جاية بسرعة ولا بالأحرى السيارة جاية بسرعة هما اللي أدوا للحادثة. الزميل ديالنا كما تلقينا الخبر في الأول أنه في حالة خطيرة، من بعد كنتلقاو أنه توفى. حاولنا نشوفوه في يعني في مستودع الأمواس، نتمنى من الله عز وجل أنه يتغمدوا بالرحمة ديالو وأنه يكون في الجنة. كان أثناء العمل ديالو كيقوم به فجاء الأجل. كنتمناو ان هاد الحوادث او هاد الامور اللي كتوقع في الطريق عموما يعني تنقص الحده ديالها، لان كما كنعرفوا في المغرب حرب الطرقات كتحصد لنا ارواح كثيره. وكنتمناو ان القانون يدير المجرى ديالو، كما كنعرفوا ان حادثه السير راه كيكون فيها البحث على جميع المستويات ديال الشرطه. كنتمناو ان الامن يدير الخدمه ديالو، القضاء كذلك يدير الخدمه ديالو، وكل واحد ياخذ الحق ديالو. الصديق ديالنا اللي توفى ولكن الحق ديالو لا كان يعني على حق راه يتخاد ليه ان شاء الله. خير نقول لك واحد طوام تقريبا ديال 3 شهور ولا اكثر، ها هو هنا في طاكسي الدري طاكسي شيباني ما عبالي هذاك السيباني سولناش كيقول لك كيخرجني كرا ما عندوش كرا، خرجوا مصروف ديال ولادو، خرج التغطيه الصحيه.